إلى أولى مواضيعنا لنهار اليوم من أجل حماية المستهلك الجزائري وكذلك أيضا حفاظا على المنتجات المدعمة تتجه الحكومة نحو منع أصحاب المطاعم ومحلات الحلويات من استغلال المواد الاستهلاكية المدعمة الموجهة للمواطن، حيث يتم التحضير لقوانين أكثر صرامة بإنتاج سلع مختلفة بأشكال وأحجام تميزها عن السلع المدعمة الموجهة في الأساس للمواطن الجزائري. هذا الإجراء من شأنه تنظيم نشاط التجار والمهنيين وإعادة التوازن في السوق الوطنية، خاصة في المواسم، عادة ما تعرف المواسم اضطرابات في الأسعار وحتى في وجود المنتجات. المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك انتقدت هذه الممارسات، أي ممارسات بعض التجار والمهنيين من محلات لصناعة الحلويات ومطاعم إلى غير ذلك التي تستخدم المنتجات السلع الموجهة للمواطن السلع المدعمة في نشاطاتها. اعتبرت المنظمة أن أصحاب المطاعم والمهنيين في الواقع يتحملون جزءا من المسؤولية، هم أيضا عن ندرة بعض المواد المدعمة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نربط الاتصال بالأستاذ مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك الجزائري. مساء الخير أستاذ، أهلا بك. أهلا، مساء الخير. أهلا بك أستاذ زبدي. أهلا، مساء النور. مساء الأنوار. طيب أستاذ زبدي، بداية ما رأيك في هذه الخطوة التي تتجه نحوها الحكومة؟ لابد بداية أن نفكر بالواقع، وهذا الواقع الذي للأسف نجد أن فيه اختلالا كبيرا، لما نرى أن بعض المهنيين وبعض المصنعين يستعملون مواد مدعمة لأجل سلع باهظة الثمن، ولا يمكن إنكار هذا الأمر. لما نشوف أحيانا بعض الحلويات اللي سعرها تحدى 15 و20 ألف، بينما حليبها مدعم وفارينتها مدعمة وسكرها مدعم، ونجد أحيانا في وقت الندرة أن هؤلاء المهنيين يحوزون على هذه المواد وعندهم مخزون من هذه المواد، بينما المواطن البسيط يجد صعوبة في اقتنائها، فهذا اختلال كبير. لابد أن نذكر بالمرسوم المؤرخ في 5 أكتوبر 2021، والذي كان من المفروض أن يسوي هذه الوضعية من خلال إدماج أصحاب المقاهي، أصحاب الوجبات السريعة والمطاعم وغيرها في عبوات، يعني في منتوجات ذات عبوات خاصة. بالنسبة للسكر هي عبوات صغيرة لدوزات، بالنسبة أيضا للزيت هو عبوات 10 كيلوغرام وغيرها من الإجراءات، ولكن تم تجميل هذا المرسوم في بعض المقاومة. نقول أن هنالك مقاومة من بعض المتعاملين، يعني أوشك الأمر أن يؤدي إلى اختلال إضافي في السوق. ولكن نحن على علم من الآن وتم طمأنتنا أن هذا المرسوم قيد التعيين وسوف يكون حاضرا وواجبا لأجل تطبيق، حتى لا يكون المهني وربي يعاونه، يعني يزيد أزمة فوق أزمة في حالة الاختلالات المتواجدة في المواد المدعمة. طيب ما هو دور الرقابة الآن أستاذ مصطفى زبدي لما تكون هناك قرارات؟ ما هو دور الرقابة من أجل ضمان أن هذه القرارات تنفذ فعلا، خاصة خلال الشهر الفضيل؟ أنت تعلم بأنه عادة حتى بعض المحلات التي لا تمتهن حتى تلك النشاطات الموسمية على غرار صناعة الزلابية والحلويات التقليدية، يعني تتحول ما بين عشية وضحاها إلى محلات لبيع هذه الحلويات. كيف يمكن مراقبة هذه الأنشطة؟ شوف، الآن في مراقبة المنتوجات هنالك نصوص واضحة في بعض المواد، وهذا المرسوم تم تجويده إلى حين، بمعنى لما نبحث عن الحليب فالأمور يعني لا تحتاج إلى توضيح، وكل مهني يوجد عنده الحليب المقنن فهي مضاربة بتعريف القانون.
أما البقية في نشاطاتهم فمن الناحية الأخلاقية من واجبهم أن يكون هنالك على الأقل في مادة الميت ولا في مادة الزيت توجه نحو اقتناء المواد الغير مدعمة. لما تقولي لي أنت في الزيت هل هنالك مواد مدعمة؟ نعم، الزيت صوجة والمدعم والذي يبحث عنه الفرد الضعيف والذي دخله ضعيف، بينما الزيت عبة الخبز فهو سعره حر ويمكن لأي مهني اقتناء. أما فيما يخص النشاطات فلابد أن ندرك أن هنالك بعض من النشاطات يمكن اختيار الطهر الكريم أن يطلب صاحبها من الجهات المعنية والمتمثلة في مديريات مفتشيات التجارة أنه راح يغير النشاط بشرط أن يكون متابها لنطاقه. مثلا واحد يبيع الحلويات يتحول في شهر رمضان إلى يبيع زلابية أو بفوت، هذا أمر مقبول. طيب أنا لا أقصد هذه النقطة بالتحديد أستاذ مصطفى زبدي، أنا أتحدث عن استعمال هؤلاء للمواد المدعمة على غير الزيت، على غرار الزيت. نعم، هنا شوفي كميات كبيرة شفنا أنه في الأسابيع القليلة الماضية تم إيداع أشخاص يعني مهنيين بحجة إيداعهم يعني إلى العدالة بحجة المضاربة الغير مشروعة. هنا أمر واضح وصريح إذا عنده مخزون كبير. أما إذا كان لديه ما يمكن أن يقدم به وجبته في يوم أو يومين فهنا رأيك بأنه النص القانوني تم إرجاؤه إلى حين، ولا يمكن التدخل هنا إذا كانت لديه كمية كبيرة أو إذا كان يتعامل بمخزون، فهنا قانون المكافحة الغير مشروعة يتم تطبيقه عليه. طيب أستاذ مصطفى زبدي، هل تعتقد بأنه هذه القرارات ستتجه فقط بالنسبة لأصحاب المحلات، لأصحاب الأنشطة التجارية، أو من الممكن أيضا أن تشمل كذلك أصحاب الفنادق مثلا أو أصحاب يعني المطاعم الكبرى على سبيل المثال، ما رأيك؟ الآن هذا سؤال وجيه، وإحنا لازم نكونوا صراحة فيما بين. الآن رانا في صراع ورانا في جدال ورانا في حوار ورانا حول هذه المواد المدعمة وكيفية وصولها إلى الطبقة الهشة. فمن غير المعقول أنه فنادق أربع نجوم أو خمس نجوم يخدموا بهذه المواد المدعمة، ومن غير المعقول أيضا أنه مقاهي سعر الكوب تاع قهوة ب 500 دينار يخدم لي بالسكر المدعم، ومن غير المعقول أنه بعض المطاعم اللي البلاط تاعها ب 500 ألف و 600 ألف القليل يخدم لي بالزيت المدعم. هذا أمر هذا مفروغ منه. نحن ندعم كل ما هو نشاط تجاري لجميع الفئات، ولكن لما يتعلق الأمر بمنتوجات للطبقة الهشة تخرج من خزنة العمومية لأجل مساعدة المحتاجين، وفي نهاية المطاف هذا المحتاج يجد من يزاحمه لأجل اقتناء هذه المنتوجات الأساسية لغير وجهتها السليمة الصحيحة، فهذا اختلال كبير. وبطبيعة الحال نحن نلح على هذا الأمر كما ألححنا في السابق اللي يخدم لي أنا لكرام تاع 10 و20 ألف ويخدم لي أنا يلقاطه تاع 15 و20 ألف يستعمل للمواد المدعمة. يا أخي أنت كدت فيها 1000 فرنك اللي راح يشريها ب 15 ألف ما يحش، ولكن هذاك الزوال اللي يروح إلى التسوق ما يديهاش هذاك هو اللي يحس. ولا نستهتر ولا نستهين بالأمر، لأن هذه المنتوجات التي تذهب إلى المهنة إلى المهنيين هي منتوجات كبيرة ومنتوجات كثيرة، ونسبتها في السوق تحتاج إلى دراسة حتى نعرف شحال راهي تروح. طيب كنتم في تصريحات سابقة قلتم بأنه في الحقيقة التجار أو بعض التجار بمثل هذه الممارسات، بعض المهنيين، بعض يعني من يعملون في هذا المجال، حتى كما كنت تتحدث عن أصحاب الفنادق، يساهمون يتحملون بشكل أو بآخر
جزءا من مسؤولية الندرة التي تسجل خاصة ربما في المواسم؟ شوفي الآن أي كمية من مادة مدعمة يتم سحبها من السوق لأغراض مهنية موجهة ليس للطبقة الهشة، أعتقد أنه ظلم في حق الشعب، ولا أعتقد أن هنالك من يمكن أن يجادل في هذا الأمر. صحيح الآن المهني يقول لي أعطيني البدائل، بالفعل عنده الحق لما يطالب بالبدائل، وهنا السلطات العمومية تقديم البدائل، ولكن نجعل من الأمر قاعدة وأن يساهم هذا الأمر ولو بنسبة قليلة في ما في السوق، فلا، كما نشعر بأن هؤلاء المهنيين راهم يديوا 50 ولا 60% مما هو مطلوب في السوق، ما قلناش ممكن نسبة قليلة، ولكن هذه من جهة قليلة وهذيك من جهة أخرى وهي رايحة. نجد أنه كاين نسب العلم في مرحلة من المراحل، تحدثنا عن المقاهي قلنا من غير معقول ان الانسان يروح يشرب كاس حليب ب 2500 ولا 3000 فرنك وهو مدعم لانه هنالك من يتقاضى 25000 دينار ولا 30000 دينار راه في حاجه في كاس الحليب. نحن نعلم ايضا انه من يذهب الى المقهى هو ايضا مواطن ذو دخل ضعيف، ولكن هنا تقلبها بالاوساط وبالعائلات، هذا هو ما نحن نسعى اليه. ولكن الأزمة وعندنا إحنا أن هذا في هذا الموضوع بالذات الآن، لأننا نقطع السلوكيات بقصد أو بغير قصد بحسن نية أو بسوء نية، اللي من خلالها زادت وتفاقمت هذه الظاهرة باستعمال المهنيين المنتجات المدعمة من غير ما إحنا قلنا على الأقل تكون وقت تاع أزمة وندرة واختلالات مثل ما نشاهدها الآن، يمكن لهذا المهني أن يعني يتعزز ويرفع من ثانيه ويروح إلى منتجات غير مدعمة ويخلي الناس اللي راهي محتاجة. للأسف الشديد يعني احنا لما ندخل في مثل هكذا مواضيع يعتقد البعض أننا نتهجم على المهنيين، المهنيين هم خاوتنا، هم جيراننا، هم أحبابنا، ولكن لما نتحدث في هذا المجال فنحن نتحدث على الصالح العام وعلى من يجب أن يكون. السلطات العمومية فكرت في هذا الأمر وأصدرت مرسوم في 2021، ولكن هنالك أيضا مقاومة تم يعني تأجيله، ونتمنى أن يعاد النظر فيه، لأنه من غير المعقول أنه هذه المنتجات المدعمة تروح لأمور أخرى. أنا مبدئيا أنه ينقص يعني كتلة المبيوعات لهذه المواد المدعمة، منذ أننا في فائض ونروح ندعم منتجات أخرى، ندعم مثلا حليب الأطفال ولماذا؟ ولكن إذا أصبح حتى المهني وأصبح حتى الإنسان مرتاح واللي لاباس به يروح يزحم في قوت المستهلك الضعيف، أعتقد أنه حتى الأخلاقيات هذا أمر يعني لا يتم قبوله. شكرا جزيلا لك. وصلت الفكرة أستاذ مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، نشكرك كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.